دوك خواتاتنا اللي كاتبين لي في الكومونتيرات فينا هو الخاتم، فينا هو الخاتم في الفيديو اللي فات. شريتو لنا صداع بنات جد، والله الا شريتو لنا صداع. نسيتو والله الا نسيتو. مشيت توضيت، جيت صليت، بيت نلبسو، صورت ومخلينكم عايشين زعما في الحياه، وما بيتش نورك على جد تما. اه ويلي ويلي ويلي، مع من تدير الخير عزتين، مع من تدير. المهم اخوتي، الموضوع تاع اليوم على العراس. واش فراسكم بلا 95% من الناس اللي تيديروا العرس تيطلقوا، واكثر من 95% تدير العرس من هنا تطلق من ليه. ما يمكنش تطول الا درتي العرس اخويا، والله ما تطول بالرب العالي العظيم. تتعرض على 100 واحد، تجيك 900 300 ديال الاطفال، تيخيبوا لك هالمنظر ولاد جد. والله هذاك الشيء اللي صاوبتي داك الديكور والتريتور وزوق ليا من هنا، دوك الاطفال تيخسروا لك داك الديكور كاع، تتولي بحال جالس في الزنزال، والكاميرا تدور ما تيخليو لك حتى لقطه تبان زوينه. تفو، وشي كادوات تيتمو جايين لك بهم دوك اللي عارض عليهم. والله الا اكثر اسباب الطلاق هما دوك الكادوات بالرب العالي العظيم، وما اللي تي سبابك حتى تفرتك العش بالفقصه. تيجيبوا لك 60 كوفرلي جايين ولاد جد للتصوير فيلم اباحي، ماشي جايين للعرس. جيبوا كادوات زوينين ولاد جد، جيبوا ماكينه صابون تلالج، راه عطا الله الكادو. وحده تتجيب لك زينه فيها 6 ديال الطباصل وكاعيه ومقلقه منا، حيت عطينا سيرو النعاس ونعسنا لها ولدها. حمد الله غادي نعطيوك ولدك تديه معاك لا غد ليه في الصباح، حمد الله غادي تديه معاك. اما راه نخطف جد تمو ونطلب فيه الفيديه على قبل داك الكادوات اللي تتمو جيبي. الله نحيد لجد تمو كلوه ونديها نبيعها قبل فقصه. والله الا غنورك على جد تما نفرقع هاد الزمن. دابا تبداو تطلبوا فيه شي العرس فيها المشاكل، اصداع الراس في الاخر. العرس ديما وحده مشى لها شارجور، وحده تقلب على تليفون، جوج في السبيطار ضاربوا سكرو بلا زوم للسبيطار، تلقى راسك مع 6 الصباح واقف تتقلب على شكون غيوصل، شكون هادي وصلها، هذا هادي كيفاش تجاوب اللي الله اعلم. في الصباح مسؤول عليهم حنا نوصلهم، ما تفهمت من الوفاء الحبس العرس. والهضره من الفوق، الحلوه قاسحه، العريس الكوستيم كبير عليه، هي ما جاهاش الماكياج زوين، الدجاج ما طايبش مزيان، ومالنا على هاد اللهج، مالنا على هاد الحبس. تيبقاو تابعينك بالهضره ولاد جد شهر ورا العرس، تتيمشيو لشي عرس اخر عاد تينساوكم نتوما وتيدوزو للعرس الاخر. تقوا الله ولاد جد، وانت خاسر في العرس 7 ديال المليون، وتجي وحده راسها مربع جايبه لك مانطا ب 100 درهم وتفقع. واش غنقول انا بنت جد؟ اش غنقول انت الا تفقعتي؟ اش غندير انا؟ اش خليتي لي ما ندير؟ اش ندير؟ غنمشي نسب جد تمك ونجي انا بعدا شخصيا. انا الخوت تيجيني ما كاينلاش العرس، علاش غادي نجيبو الجروب وغادي نجيبو النكافه وغادي نرولوها، وبنادم خاصو يقصي وبنادم خاصو يشطح، باش في الاخر على قبل جوج غادي يمشيو يديروا قله لحيه حلال. يلا ما غاديش باش يحرروا القدس، غادي نا يديروا البساله ونجيبو لهم حنا جروب ونجيبو لهم نعسى عقلي. صراحة توحشناهم والله. عطاني هذاك اللي في الاخر قال له انا على الشيطان الخوت، ومن بعد مشى كمل الشيطان. الشيطان تخربق ما فهم والو الشيطان. ناري ناري والجد واخا يكون تيشرب داك الماء اللي تيكون في الركابي ما يدير بحال هكا، او الماء الباتري مع الغازوال مع ليسانس مع اي ما في الحياه ما يخرجش منه الطاقه. تصور معايا دير عرس وتعرض على واحد وبدا يجي لك فيه بحال هكا. والله الا الشراب مخلط بالمازوط بالرب العالي العظيم.
والشد مدوز عرس بي خير ما حط فيه تريات. ناري العزاوة ما كفاتهمش في الارض، ما بقاش هو باغي يشطح ليك في الارض، ما يطلع يكمل شطح الفوق. الارض ولات تبان لي ساهله، سي تخي في السيل ولات جد. هادشي ما تيبشرش بالخير، وليت تنقول الفرونسي بزاف انا هاد الايامات. كيفاش تخي في السيل؟ علاش تتقعدوا دغيا؟ علاش ديروا 5 دقائق ديروا 10 دقائق الوقت كله ديالكم؟ عرفتي اخيب لحظه في العرس الخوت هي فاش تكون تاكل وتيجي تقابل معاك داك ولد الجد ديال المصور، عرفتي انت خاشي فخض ديال الدجاج فمك وتيدير لك ديك قرب، عرفتي تيشقمك ولد الجد تيشد قيطي تيخليك حتى تسالي الماكله واللعيبات وكادو تيتم جيب لك التصويره، تيتم جيب عليك باش يبيع عليك تتحسبها تهديد. والله بحال لا هز عليك فردي ولد الجد، تيقول لك خرجت فيها جوج، وحده نبيع عليك انت وحده نخليها لموالي العرس. ترى ولد الجد اش من موالي العرس؟ انت ما كرهتيش الكاميرا باش صورك تشريها من عنده، وعارف هو هذا الشيء متاكد منه. دوك المصورين زعما راه بلاصتكم بوحدها في جهنم ودني منكم. المهم الخوت الفيديو سالة، شوفوا ما يكتبش ليا شي ولد جد تبرد على راسك ما درتيش العرس، انا اصلا يلاه خاطب وما غاديش ندير العرس وتنبرد على راسي، تان ما كاين ما ولكن والله الا تنبرد على راسي صراحه. شكون اللي كره العرس ولد جد؟ حتى واحد ما كره العرس، حتى واحد ما كره شي طفيجط مع راسو ويهزوه وداها وداها، وخا غادي يصبح الجد تمو غارق ولكن ما عنده ما يدير. فيديو خفيف ظريف نتمنى يكون عجبكم وفوجع لكم ولو شويه، وانتظروا خوكم ديما مواضيع جداد. اللي باقي ما تابوناش يتابونا مع خوكم، والله الا قربنا للدرعه ولاد الجد ما بقى والو، شويه الدفيعه زعمو. شكرا على اي جيم اي كومونتير، اي واحد تيتبعني اي واحد تيتفاعل معايا، شكرا بزاف. وان شاء الله ديما الجديد تحياتي لكم، كنبغيكم كاملين. تلاقوا في فيديو جديد. عندك تقلق منا شي حد لا داير العرس ولا شي حاجه؟ والله لا تنضحكوا، انا راه هلكلك ما سوقي كاع في هذا الشيء انايا. دير العرس ولا ما ديرش العرس، الله يسهل على الجميع، حنا راه شادين ستون مقشبين وصافي. نصيحه اخويه والله ما يعطيها لك شي حد بالرب. شوف بيتي تحس براسك صحيح اون فورم ما قد عليك حتى واحد في العالم، شري تريكو صغير عليك، شري صغير عليك ولبسو تشوف. والله الا واحد الصحه دابا انا ما نعاودش لكم باش نحس بها، عارف راسي عود ند، ولكن والله ما نقدر دابا نوصف لكم الفيتيب تنحس بها باغا تخرج تساره.